بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل بارك الله فيك ذلك اليوم كل ينادي بنفسه نفسه في ذلك اليوم العظيم. وماذا يقول الأنبياء؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أتدري من هؤلاء؟ هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أحب البشر إلى الله، هؤلاء خير من صلى وصام، هؤلاء خير من عبد الله وقام. ينادون ويطلبون السلامة في ذلك اليوم. نفسي نفسي نفسي. يقولون ذلك وهم أنبياء الله. ينادي الجبار يا آدم فيقول لبيك ربي وسعدي والخير كله إليه. يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم أخرج بعث النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم بحينها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تخيل إذا نودي باسمك وقيل فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله. فقادتك الزبانية بين الصفوف مطأطئ الرأس واجف القلب خاشع البصر. قال ابن عمر رضي الله عنه يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة يعني سترة ثم يقدره بذنوبه. يقول فلان أتذكر يوم كذا وكذا، أتذكر يوم كذا وكذا. أما من تاب وآمن، أما من لقي الله بقلب منيب، أما من لقي الله خائفا خاشعا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال أرحم الراحمين فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا. ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيقول البشر فاز فلان وأفلح، ثم ينادى بفلان ابن فلان، فلان العاصي الفاجر، فيدنيه ربه منه حتى يضع عليه كنفه فيقول يا فلان أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم كذا؟ لقى الله محاربا ربه بالمعاصي. كم ليلة باتها على خلق ومنكرات، وكم ليلة باتها على فواحش وآثام. كم عصى الله ليلا نهارا، كم جاهر بمعاصيه،
عصيت الله بمكان كذا وكذا، فيقرره الجبار بذنوبه حتى إذا اشتد غضب الجبار عليه قال يا ملائكتي خذوه، ومن عذابي أذيقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي. فيؤتى الكتاب بشماله فيخرج تقوده الزبانية مقيدا بالسلاسل والحديد، يسوقونه على وجهه يقول يا ليتني نفوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ألك عني سلطانية، النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا تسلكوا جريمته، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون